السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما بيجي لنا أسئلة كتيرة، ايه هي الديتا سورس اللي نقدر استخدمها مع الباور ابس او مع منصة الباور بلاتفورم بشكل عام؟ امتى استخدم الشيربوينت وامتى استخدم الديتافيرس، امتى استخدم الاجر اس كيو ال، امتى استخدم الديتافيرس، امتى استخدم الديتافيرس فور تيم. فهنعمل مع بعض كده سلسلة فيديوهات هنقارن كل برودكت مع برودكت تانية، وفي الاخر هندي فيديو تفصيلي عن اكتر من برودكت، ايه المميزات دي عن البرودكت التانية اللي بيخلينا اتجه ان انا استخدم مثلا الشيربوينت وما استخدمش الديتافيرس، اللي يخليني استخدم الديتافيرس فور تيم، اللي يخليني استخدم الديتافيرس وما يبقاش قدامي الا الديتافيرس. فهنعرف في الفيديو ده ان شاء الله الفرق ما بين الشيربوينت والديتافيرس، امتى استخدم الشيربوينت اونلاين عندي كديتا سورس وامتى استخدم الديتافيرس. قبل ما ندخل في التفاصيل دي تعالوا نعرف الاول ايه هي الشيربوينت وايه هي الديتافيرس. الشيربوينت عندي اقدر اقول ان هي في المجمل كده منصة تعاون وادارة محتوى، بيكون عندي مجموعة من المستندات، ما يكون عندي بيانات، بيكون عندي معلومات محتاج اشارك المستندات والبيانات والمعلومات دي مع افراد الفريق داخل المؤسسة اللي انا شغال فيها او الشركة زي ما بنسميها. فكده الشيربوينت تعتبر عندي ادارة محتوى، بقدر اخزن فيها مستندات في الدوكيمنت لايبراري، بقدر اخزن فيها بيانات ومعلومات والاتاتشمنت داخل الشيربوينت ليستس. الليستس في الشيربوينت عندي كأنها تيبل، يعني هي في صورة جداول، في صورة جدول اللي هي بنسميها تابولار فورمات، يعني على هيئة جدول، مجموعة من الأعمدة ومجموعة من الصفوف بعمل فيها البيانات بتاعتي وبخزن فيها البيانات والمعلومات عندي. طيب دي كده الشيربوينت. لو جيت بقى للديتافيرس، الديتافيرس عندي هي نقدر نقولها كده هي منصة البيانات أو قاعدة البيانات المركزية لمنصة الباور بلاتفورم، بقدر استخدمها مع البرودكت المختلفة اللي بتقدمها لي الباور بلاتفورم، زي الباور ابس، زي الباور اوتوميت، زي الباور فيرتشوال ايجنت، كمان اقدر استخدمها مع الباور بي اي والباور بيجز. طيب بتكون قائمة الديتافيرس على الديتا موديلينج، بيبقى فيها عبارة عن مجموعة من التيبلز او زي ما كنا بنسميها الانتيتيز، وما في ما بين الجداول دي وبعضها ريليشن شيب بتربط العلاقات، سواء بقى علاقة مثلا 1 to many او many to many او many to one وهكذا. وبقدر اعمل بحقق السكيورتي والفاليديشن على الديتا بتاعتي داخل الجداول الموجودة في الديتا فيها. طبعا بتسبورت الفيتشرز زي الورك فلو، زي البيزنس بروسيس فلو، بقدر اعمل لها انتجريت مع الاذر مايكروسوفت سيرفيسز. الداتافيرس عندي كمان هي بيقوم عليها اتنين من التطبيقات اللي انا بعملها بالباور ابس، وهي البورتالز او الموديل دريفن اب. كمان الديتافيرس عندي هي الباك اند للدايناميكس 365. ده كده باختصار ايه هو الشيربوينت وايه هي الديتافيرس. طيب تعالوا بقى نعرف امتى استخدم الشيربوينت وامتى استخدم الديتافيرس. علشان اعرف اقارن ما بين الشيربوينت ليست وما بين الديتافيرس هستخدم مين فيهم، ببتدي اسأل نفسي شوية اسئلة. اول حاجة طبعا اللي كل الشركات بتهتم بيها، اول حاجة الكوست، هل انا متوفر لدي الكوست فري ان انا اقدر استخدم الكوست كيفما شئت. الديتا بتاعتي اللي هي نوع البيانات، ايه هي نوع البيانات اللي انا هستخدمها في العمل البيزنس ابليكيشن بتاعتي، هل انا محتاج اعمل سيرش على الديتا دي، هل الابليكيشن بقى يا ترى الابليكيشن اللي انا هعملها دي هتكون افيلابل ازاي لليوزر اللي انا هستخدمه، ازاي الجست يوزر هيقدر ياكسس الاب بتاعتي، مين اللي هيعمل اصلا الاب دي، هل هو لو كود نو كود، ولا هل هو بروفيشنال ديفلوبر، يعني ديفلوبر له في الكود فهيعمل هو الابليكيشن دي. ابتدي اسال نفسي كمان انا
الابليكيشن اللي انا هعمله ده هحتاج انتجريشنز مع حاجات تانية؟ يعني هل هيحصل فيه انتجريشنز اخرى؟ ايه هو بقى عوامل الادمن والجوفرنس؟ زي مثلا ايه السكيورتي للمنظمة بتاعتي؟ ايه نوع السكيورتي اللي انا هحتاج اطبقه على الداتا بتاعتي؟ هل هو مجرد لو سكيورتي بس كل واحد يشوف ايه، ولا هعمل هاي ليفل اوف سكيورتي، يعني هتعمق اكتر في السكيورتي بقى، سكيورتي على مستوى الفيلد نفسه، على مستوى الريكورد وهكذا. فببتدي احدد السبيشال ريكويرمنت دي اللي هي المتطلبات بتاعتي الخاصه بالسكيورتي، والمتطلبات الخاصه كمان بعمليه الباك اب وعمليه الريستورنج للديتا بتاعتي، وكمان زي ما قلنا في الاول عمليه اللايسنس، انا معايا لايسنس ايه، معايا بريميوم لايسنس ولا معايا فري لايسنس علشان ابلي بيها البيزنس ابلكيشن. كل دي اسئله انا محتاجه اسالها لنفسي واحددها لنفسي علشان ابتدي اعرف انا هستخدم مين فيهم. فلو جيت هنا قارنت بعدة عوامل كده بسيطة ما بين الشير بوينت وما بين الديتافيرس، اول حاجة الريكوايرد لايسنس، نوع اللايسنس او نوع التراخيص اللي انا هستخدمها في كل منهم. الشير بوينت بتكون معايا فري من ضمن حزمة مايكروسوفت اوفيس 365، يعني لو انا عندي اوفيس 365 لايسنس داخل الشركة اللي انا شغال فيها، فانا اقدر استخدم الشير بوينت كديتا سورس عندي. الديتافيرس علشان استخدم الديتافيرس لازم يكون عندي بريميوم لايسنس علشان استخدم الديتافيرس، واحده من البريميوم لايسنس اللي بيقدمها لي منصه الباور بلاتفورم. طبعا زي ما قلنا ان في ابس ما اقدرش اعملها الا لما يكون عندي الديتافيرس، يعني لو انا هستخدم الكانفاس اب فدي ممكن استخدم الشيربوينت او ممكن استخدم الديتافيرس، وطبعا على اللي بيحددوا ليا حجم العمل عندي وحجم البيانات اللي انا هتعامل معاها. لكن لو موديل دريفن اب لازم استخدم الديتافيرس، لان الموديل دريفن اب والبورتال اب قائمه على الديتافيرس. طيب الاستراكشر بتاع الشير بوينت بيكون عباره عن ليستس، والليست زي ما قلنا هي شبه التيبل، شبه الجدول اللي هي التابولر، في تابولر فورمات، مجموعه من الكولومز فوق اللي هي الاعمده ومجموعه من الصفوف ببتدي احط فيها البيانات بتاعتي. الديتافيرس عندي بتتكون من مجموعة من التابلز، التابلز دي ببني ما بينهم ريليشن شيب واشوف الجدول ده علاقته ايه بالجدول ده، وهي فولي سبورتد للديتا موديلنج، لكن الشير بوينت مش سبورت الديتا موديل عندي، مجرد ليستس. وانا ببتدي ابني الليست على حسب البيانات اللي عندي او على حسب العمل المتطلب مني. طيب الشير بوينت عندي فيها ليميتيشن في حته الاستورج، انا بقدر اخزن فيها لحد 30 مليون ريكورد في الليسته. الديتافيرس ما فيش اي ليميت على عدد الروز، هو عدد كبير جدا للروز اقدر اخزنه، كمان هي بتديني كباستي 4 تيرا بايت للروز وللديتا دي للتابلز والفايلز وهكذا. البرفورمانس بقى هلاقي عندي الشير بوينت البرفورمانس بتاعها مش هاي، يعني هلاقي فيها شوية بطء شوية، كل ما الداتا تكتر عندي هلاقي كمان بيأثر معايا عملية الديليجيشن، مش كل الفانكشن عندي بتكون ديليجابل مع الشير بوينت، بفوض هنا الباور بلاتفورم هنا بيفوض الشير بوينت ان هو يقوم بالكويري اللي هو طالبها منه مثلا في الاب بتاعتي، تبتدي هي الشير بوينت يتعامل معاها ويبتدي يرجعها لي، على عكس الديتافيرس اللي هي اساسي لمنصة الباور بلاتفورم، فالتايم اللي هو ده ما عنديش التايم لان هي بالنسبة لي ديليجابل. طيب فكده هلاقي في كل ما تكبر الديتا عندي كل ما هلاقي البرفورمانس يقل شويه. لما هعمل مثلا اوبريشن معينه او عمليه معينه على عدد كبير من الريكورد هلاقي الدنيا بطأت شويه، الديتا فيرس البرفورمانس بتاعها بيكون عالي. فعلشان كده بقدر اقول ان الشير بوينت لو حجم الديتا عندك صغيره او متوسطه فانا اقدر استخدم الشير بوينت، وبيربطني كمان اللايسنس اللي معايا، يعني انا لو هستخدم فري لايسنس او عايز استخدمها من الاوفيس 365 فانا ما هيش هيبقى قدامي حل غير الشير بوينت.
لكن لو انا عندي بريميوم لايسنس ليه ما استخدمش عندي الداتافيرس ويبقى عندي استفاد من البرفورمانس واستفاد كمان من السكيورتي. هلاقي عندي في الشيربوينت بالنسبه للسكيورتي هلاقي اما اجي بحدد السكيورتي في الشيربوينت بلاقي عندي مثلا الممبرز احط دول ممبر دول فيزيتور احط دول الاونرز للشيربوينت عندي وبعمل السكيورتي مثلا على مستوى السايت ليفل وزي ما قلت دلوقتي على حسب الرول بيزد ده الشخص ده هحطه في الاونر الشخص ده هحطه في الفيزيتور الشخص ده هحطه في الممبر للسايت ده كمان بقدر ابني الشيربوينت جروبز واحط فيها الناس واديها السكيورتي بتاعتي. ما عنديش سيكوريتي على مستوى الكولوم نفسه وما فيش هيراركي. يعني ما فيش هيراركي زي ايه مثلا انا هبة عندي مانجر عندي مانجر المانجر ده يقدر يشوف الناس اللي تحتيه يعني يشوف الامبلويز اللي تحتيه يقدر يشوف الداتا اللي تحتيه لكن الامبلويز ده ما يقدرش يشوف المانجر اللي فوقيه فممكن المانجر ده في انذر مانجر تاني يقدر يشوف الحاجات اللي الحاجات يقدر يشوف بيانات او الحاجات اللي عملوها المانجرز اللي تحتي او الناس اللي تحتي بالناس اللي تحت المانجر دي. فمش هلاقي عندي الهيراركي ده موجود في الشيربوينت فبيحتاج علشان اعمل الريليشن دي بيحتاج شويه حاجات معقده كده علشان ابني بيها البرفورمانس دي وبيحتاج كود اكتر علشان اقدر اجيب الحاجات اللي ما بينهم ريليشن وبعضها. فما فيش هنا هيراركي في الشيربوينت ليست بالنسبه لي في الشيربوينت ليست ان كل واحد يشوف الناس اللي تحتيه والناس اللي تحتيه وهكذا. ومثلا في الداون تو توب ليفل بقى الناس اللي تحت ما تقدرش تشوف الهاي ليفل اللي فوقها وهكذا. هلاقي بقى السكيورتي في الداتافيرس بتجه للداتافيرس لو انا عايز اعمل كومبلكس سكيورتي مش هقدر اعملها بالشيربوينت بالاضافه طبعا لللايسنس والحجم الداتا. فمثلا هلاقي عندي الانتيتي ليفل سكيورتي بقدر اعمل السكيورتي على مستوى التيبل اللي عندي علشان احدد واعمل كنترول مين هيقدر ياكسس داتا السبيسيفيك داتا انتيتيز اللي هي الداتا دي اللي موجوده داخل التيبلز بتاعتي. بقدر ده بيسمح لي ان انا اعمل restrict read او write or delete لريكورد معينة بناء على الرول بتاع اليوزر او البريفليج اللي اليوزر واخدها. في كمان الفيلد ليفل سيكوريتي هلاقي ان الداتافيرس بتسبورت عندي السيكوريتي على مستوى الفيلد ذات نفسه اقدر اكنترول مين الفيلدز داخل الانتيتي دي اللي هتبقى متشافة او اقدر اعمل لها editable او اقدر ان انا اسيرش عليها بالنسبة لليوزرز وبالنسبة للتيمز اللي موجودين عندي. بقدر كمان اعمل شيرينج للريكورد اللي هي ريكورد شيرينج اقدر اشير ريكورد معينة في الداتافيرس لليوزرز للتيمز. كمان بقى كمان الداتافيرس بتستخدم البيزنس يونت وبتستخدم السكيورتي رول وطبعا كلنا عارفين اهميه البيزنس يونتس عندي والسكيورتي رولز اللي بتحقق لي الهيراركال سكيورتي. فعلشان كده لما جينا في الشيربوينت قلنا ما فيش هيراركي عندي الداتافيرس عندي بتسبورت الهيراركال سكيورتي. يعني مثلا لو انا عندي المنظمه او الشركة اللي انا شغال فيها عندي الشركة دي فيها لها اكتر من فرع عندي HR اللي هو General HR على كل الفروع ده ال HR ده في تحتيه HR مثلا لمصر في تحتيه HR في السعودية في تحتيه HR في بلد A مثلا ال HR ده في تحتيه مجموعة من ال Employee وده مجموعة من ال Employee اللي هم ال Users ودي مجموعة من المستخدمين برضو. ف المفروض ال HR اللي هو الجنرال ده يقدر يشوف كل ال HR اللي تحتيه يقدر يشوف كمان الناس الناس اليوزرز اللي مع ال HR المختلفة دي. طيب ال HR ده اللي في مصر يقدر يشوف المستخدمين بتوعه بس ال HR اللي في السعودية المستخدمين بتوعه وهكذا. المستخدمين طبعا ما يقدرش يشوفوا البيانات او الحاجات الريليتد لل HR اللي
اللي فوقيهم وهكذا. والـ HR في مصر ملهوش علاقة بالبيانات بتاع الـ HR اللي هو الـ General HR العام لكل الشركات دي أو لكل الفروع دي. فده بيحققه لي الـ Hierarchical Security من خلال الـ Business Units ومن خلال الـ Security Rules. كمان عندي في الـ Dataverse إن هي بتقلاو الـ Data Access Filter، يعني بسمح لي على مستوى الديتا اللي انا هعمل لها اكسس ان انا ارستريكت شوية ديتا، يعني اقيدهم كده ما حدش يقدر يشوفهم، اليوزر دي ما يشوفهمش بناء على كونديشنز معينة، يوزر يشوفهم بناء على كريتيريا، شوية كريتيريا او كونديشنز اخليهم يظهروا ليوزر معينين او اخليهم يظهروا لليوزر دي. فبقدر اعمل احدد عملية الاكسس للديتا بتاعتي واعمل عملية الفلتريشن امتى يشوفها بناء على الكونديشنز المعينة. كل دي بتكون موجودة في الديتافيرس. كمان الشيربوينت، الديتا اللي في الشيربوينت لازم عندي انترنت علشان اكونكت عليها، ما بتكونش مش بتقلاو الاوفلاين كابابيلتيز. الديتا اللي موجودة في الديتافيرس بتقلاو الاوفلاين كابابيلتيز، يعني انا اجي على التيبل كده اقدر اخليه ان هو بيقلاو ان هو يشتغل الأوفلاين في عدم وجود الانترنت. دي كده الحاجات الجنرال او الحاجات العامة اللي انا اقدر اقارن بيها على امتى استخدم الشيربوينت وامتى استخدم الديتافيرس. فلو جيت كده قلت ملخص، لو حجم، لو انا في البداية خالص الكوست عندي قليل، حجم العمل بتاعي صغير، معايا اوفيس 365 اوريدي موجود عندي في الشركة بتاعتي، فانا هتجه للشيربوينت. لو انا معايا بريميوم لايسنس، ليه ما اتجهش لل ديتافيرس في الحالة دي؟ لو انا معايا بريميوم لايسنس فهتجه للديتافيرس، هي الاحسن طبعا في كل حاجة، في عملية الانتجريشن مع الاذر مايكروسوفت سيرفيس، مع في عملية الانتجريشن، في عملية كمان في الباور بي اي بقدر هي الديتا هناك كويري او لايف، كمان بقدر اعمل ريبورتنج على الديتافيرس. كل الحاجات دي هلاقيها متوفرة معايا لو انا استخدمت الديتافيرس. فبيحددها لي طبعا طبيعة العمل عندي، طبيعة الكوست، حجم الريليشن شيب ما بين الديتا، لو هي سيمبل والديتا صغيرة الشيربوينت هتكفيني، لو هي كبيرة والسيكوريتي اللي انا هعمل لها ابلاي عليها كومبلكس معقدة، فالديتافيرس هيكون الخيار الامثل ليا. كمان في الاي ال ام لما اجي مثلا اعمل عملية الديبلويمنت، وانا بعمل عملية الديبلويمنت لاب معمولة بالشيربوينت هتبقى غير الديتافيرس. الديتافيرس هتبقى اوتوميتد على طول، الشيربوينت هحتاج اعمل شوية مانوال بروسيس علشان انقل بيها الديتا اللي موجودة في الليست دي، سواء هجارت الليست تاني على الانفايرومنت اللي انا هعمل عليها ديبلويمنت والديتا او كده، او سواء ان انا هستخدم اوتوميتد ان انا هنقل الليست دي هعمل ديبلويمنت، فانا هستيل هيبقى عندي حاجات اضافية اعملها وانا بعمل ديبلويمنت للابس اللي انا بستخدمها بالشيربوينت. ولما بتكلم على الابس بالشيربوينت بتكلم على نوع واحد هو الكانفاس اب، فطبيعي ما اقدرش اعمل الموديل دريفن اب بالشيربوينت، لكن اقدر زي ما قلت ان الموديل دريفن ابس علشان تبني اصلا هي الباك اند بتاعها مبني على الديتافيرس، فعلشان تبني اصلا لازم يكون عندي الديتافيرس. لكن ممكن طبعا استخدم فيها ديتا جاية من الشيربوينت، انا عندي ديتا جاية من الشيربوينت مستخدمها في سيستم تانية، السيستم ده عايز اعمله انتجريت مع الاب بتاعتي، او حتى لو انا بستخدم الديتافيرس في الكانفاس اب او في الموديل دريفن اب، فانا اقدر اعمل لايف سينكرونيزيشن ما بين الشيربوينت تيبلز دي وما بين التيبل الموجود في الديتافيرس عن طريق الفيرشوال تيبل. الفيرشوال تيبل بقدر اكونكته على الشيربوينت ده فيودي ويجيب الابديت اللي يحصل هنا هيحصل هناك، التعديلات هناك يحصل هناك، اضافات هتيجي هيسمعوا كلهم في بعضهم، فكده اقدر استخدمه الشيربوينت داخل الموديل دريفن اب عن طريق الفيرشوال تيبل. واعتقد ان انا عاملين فيديو او عامله مقال في devworks.net عن ازاي استخدم الشيربوينت داخل الموديل دريفن اب. فده كده ان شاء الله هو ازاي احدد انا استخدم الشيربوينت ولا الديتافيرس.